يستمر والانطلاقات تتواصل، وتحيتنا تحية الإسلام الخالدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تتجدد إلى حضراتكم وإلى مسامعكم في تجدد أشواط مساء هذا اليوم لسن الحول والزمول في انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة مع شاشة دبي ريسنج في النقل الحي والمباشر. والشوط الثالث الذي تعلن قبل قليل وتعطي إشارة البديلة بالانطلاق، شكرا لزملائي في تواصل الأشواط الماضية. نتواصل ونتقدم إلى المركز الأول ونلقى الشاهينية على رأس حربة الشوط، تتصدر المجموعة من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي. المركز الثاني تأتي فيها ملولة أو شواهين اللي تأتي في المركز الثاني، شواهين من هجن الرياسة بالشعار الأحمر يقودها في التضمير المجازف محمد بن عتيج بن زيتون. المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. المركز الرابع هذه الشاهينيه من هجن العاصفه يضمرها غياث الهلالي، كذلك المركز الخامس الشاهينيه من هجن العاصفه يضمرها غياث الهلالي. المركز السادس والسابع هملوله وهملوله من هجن الرياسه وتضمير علي بن يميل الوهيبي الظافر. المركز الثامن من شواهين من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم شواهين على المركز الثامن، ويقدم شواهين الأخرى كذلك على المركز التاسع والمركز العاشر. هذه أيضا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة. هذه العشر المراكز الأرقام المذاعة، وبعد العشر المراكز هناك اسماء وشعارات خارج تغطية العشر وإذاعة العشر، ولكن ننتظروها تابعوها في هذا المسار. وهذا أول نداء وأول إذاعة في مسار الشوط الثالث الذي يحمل الذلل الأصائل، هذه اللي قدمت الكثير والكثير من الإنجازات، قدمت الذهب، قدمت الجوائز، السيارات أتت بكل ما هو جميل في المهرجانات، وصلت إلى هذا السن لكثرة إنجازاتها، هذا شيء معروف ومتعارف في سباقات الهجن وفي الهجن وتدريبها وتضميرها حتى الوصول إلى هذا السن، إذا سن الركود سن الحول الذي تأتي فيه هذه الأسماء والشعارات. نعود مرة ثانية، نعود مرة ثانية ونشاهد تبادل المراكز، نشاهد تغييرات طيلة المسافة، ولكن هجن العاصفة مسيطرة والشاهينية تقود الذلل وتتقدمهن، تتحمل مسؤولية الشوط ومساره وتحدياته بشعار هجن العاصفة، بينما غياث الهلالي يضمر هجن العاصفة ويضمر الشاهينية اللي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز هملول أو شواهين على المركز الثاني، شواهين من هجن الرياسة أيضا، ويأتي محمد بن عتيج بن زيتون بوسعيد كذلك متابعا للمركز الثاني والمركز الثالث، هاملولة من هجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الرابع شوف هجن العاصفة ما شاء الله بهذا الشكل الجميل وبهذا الأداء الجميل، الشاهينية اللي في المركز الرابع ويضمرها غياث الهلالي. المركز الخامس شاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. هذه الخماسية الماسية الجميلة اللي انفصلت عن البقية بهذا المسار، بينما المركز السادس هملولة من هجن الرياسة وعلي بن يمي اللوهيبي يقودها مضمرا. المركز السادس شواهين من هجن الرياسة يضمرها اللي هو محمد بن عتيج بن زيتون. المركز
الثامن في هذه اللحظة. أفراح أفراح ما شاء الله، أفراح أيضا بأداها أيضا بشكلها الجميل. يا سلام. وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مضمر الشرق الأوسط بوبطي طارش بن مبارك بالقوبع والمركز التاسع أيضا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وأيضا طارش بن مبارك بالقوبع اللي يضمرها والمركز العاشر. تحركت وغيرت وبدلت هذه هملولة من هجني سيح السلم يضمرها أحد الشباب المضمرين المتعبين سعيد بن محمد بن مروشد. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في الشوط الثالث في الذلل الأصايل في هذا الاندفاع وهذه إذاعتنا الثانية التي نصل فيها إلى 4 كيلومترات منتصف المسافة، منتصف المسافة والـ4 كيلومترات اللي غادرناها في 8 كيلو في هذا المسار وفي العرض التلقائي في هذه الأجواء الشتوية الجميلة الرائعة في انطلاقات هذا المساء وهذه الأمسية، أمسية الذلل والزمول في المرموم تحفت الميادين في هذه الانطلاقة والاندفاع عودة إلى المراكز الأولى مرة ثانية لنرصد لحضراتكم تبادل المراكز والتنافس عبر شاشة دويري سنجل. كادر العلوي يحمل الخمس المراكز يشاهدون المتابعين من أمام الشاشات أو خلف الشاشات. على كل حال في هذا المسار أو في هذا الانطلاق نسير مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق نسير مع الشاهينية اللي مسيطرة حتى هذه اللحظة، مسيطرة من البداية الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي وتليها الشاهينية. يا سلام، شوف اللي بدلت من المركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني، هذه في طريقها لانتزاع الناموس والفوز. الشاهينية في المركز الثاني من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي أيضا تندفع. والمركز الثالث هجن الرياسة تقدم لنا هملولة ويقودها في التضمير الظافر علي بن يميل الوهيبي على المركز الثالث. شواهين الرابعة أيضا من هجن الرياسة ويتواجد بن زيتون المجازف في التضمير. والمركز الخامس هذه الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها اللي هو غياث الهلالي والأسماء البقية وصرت يعني يتحركت عينهن على الخمس، عينهن على الخمس. شواهين الرياسة مع بن زيتون وأيضا هجن سيح السلم هذه هملولة اللي مع بن مروشد سعيد. وهناك تدخل من هملولة من هجن الرياسة وأيضا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم في المركز التاسع والمركز العاشر. هذه تواجدت مشاهدي العزاء السايحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة التي تندفع بالأداء الجميل بالانطلاق الرائع في أرضية ميدان المرموم وانطلاقات المرموم وتحديات المرموم واندفاعات في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. أعود إلى المراكز الأولى وأعود إلى لوحة 2 كيلومتر بوابة العبور والمدرج للاتجاه مباشرة إلى خط النهاية وإلى الناموس وإلى الفوز وهجن العاصفة مسيطرة بشواهينها بالشاهينية والشاهينية على المقدمة
على المركز الأول والثاني، على المركز الأول والثاني الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة المستعدة. الظاهر الهلالي أن مركز ما شاء الله، مركز هذا الموسم، مجهز لهذا الموسم، مستعد لجماهيره المطالبين والراقبين في العاصفة، في العاصفة ومتابعتها، في العاصفة وجماهيرها، في العاصفة وعوايدها كذلك بالإنجازات والذهب والناموس. المركز الثاني، الله يا سلام، هجن الرياسة كذلك الشعار الأحمر الذي الكل ينتمي له، الكل يتابع، جماهير يا المجازف يا المجازف، وإنجازات وإنجازات وتحديات. الله الله الله. المركز الرابع من هجن العاصفة الشاهينية يضمرها غياث الهلالي، ووصل هذا الشاب المتعب كذلك المشارك بهجن سيح السلم والمقدم كذلك منافسات ملفتة وإنجازات ملفتة للأنظار. أيضا خطف شوط الزمول الماضي، شوط الزمول الماضي بن مروشد سعيد، سعيد بو عبد الله كذلك بشعار هجن سيح السلم مع هذه الانطلاقة ومع هذه هملولة هملولة. الله يا سلام يا سلام، 800 متر، جولة الأوامر، جولة الأوامر، ولا والله ما وصلنا، جولة الأوامر تقريبا 400 متر، ولكنها والله حركوا حركوا المضمرين، حركوا المضمرين، وال600 متر خلاص 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 يا الهلالي، خلاص يا الهلالي. الله، الشاهينية والشاهينية، الشاهينية المسيطرة، الشاهينية اللاحقة في الأمتار الأخيرة بشكلها الجميل والأداء الأجمل. الله 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 الله، ما شاء الله، استعداد باين 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 باين. أبشروا يا جماهير، أبشروا يا جماهير العاصفة وأداها وانطلاقتها بهذا الموسم ومنتصف تقريبا الموسم. يا سلام يا سلام، شكرا 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 غياث الهلالي على هجن العاصفة وأداها بدون أوامر، بدون أوامر. الشاهينية والشاهينية، الشاهينية والشاهينية بريحية وبانطلاقة جميلة. تهانينا، نزف التهنية من الأعماق لسيدي مالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فزاع على فوز الشاهينية والشاهينية بالمركز الأول، وشكرا غياث الهلالي. شواهين من هجن الرياسة أتت في المركز الثاني، هملولة في المركز الثالث، وهملولة في المركز الرابع من هجن الرياسة، والمركز الخامس لهجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار. عودي للتوقيت عندك يا عبد الله وادي مخرجنا في شاشة دبي ريسنج، الحاضر والمقدم دائما استعداد جميل كذلك للمتابعين. التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء 12:41 و5 من الثانية. تهانينا على فوز الشاهينية من هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي. المركز الثاني نشوف توقيته أيضا 12:41 و6 من الثانية، هجن العاصفة الشاهينية، وتهانينا لغياث الهلالي. نشوف المركز الثالث وثالث المراكز، هذه شواهين، نعم 12:43 وجزء واحد من الثانية، شواهين حلت في المركز الثالث من هجن الرياسة ومع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا للكل الفايزين.